السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أبارك لكم ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المدافعين عن حريمها ومن الرافعين لرايتها ومن المجاورين لها في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العلي العظيم. الموجودات التي نراها في هذا الكون هذه الموجودات لها مخازن ولها ينابيع. تلك المخازن والينابيع هي التي تحفظ الكون كله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نمثل في الماديات بمثال واحد وقس على هذا المثال سائر الموجودات. الشمس مصدر مركز لإضاءة العالم، ملايين الأطنان من النور تجتمع في هذه الكتلة في السماء. لماذا؟ لكي ترفد الكون. وهكذا سائر الموجودات، إضاءة الشمس، إضاءة القمر من الشمس، كل مكان تجد شعاعا هذا الشعاع مركزه أصله مخزنه الشمس. فلا بد وأن تجتمع في هذه الكتلة هذا الضياء، هذا النور الكبير لكي يرفد العالم. ربما يتساءل شخص: لماذا النبي يعقوب كمثال على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بكى في فراق ابنه يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ لماذا 40 عاما يبكي يبيض عيناه تبيض عيناه؟ الله تبارك وتعالى يعيد إليه نور بصره، وللمرة الثانية وللمرة الثالثة وللمرة الرابعة وهكذا. لماذا؟ لأن النبي يعقوب صلوات الله وسلامه عليه هو مخزن العاطفة التي ترفض العالم بالعواطف. كل الآباء والأمهات يمتلكون شعاعا من العاطفة تجاه أولادهم، مركز العاطفة، شمس العاطفة. كما أن هذه الشمس المادية في قلب السماء تعطينا أشعة في كل بيت شعاع،
كذلك النبي يعقوب أسوة مخزن ينبوع العاطفة لجميع البشرية. وهكذا خذ الأولياء الأنبياء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النبي آدم يتوب إلى الله تبارك وتعالى كم سنة؟ 200 عام، لأنه مخزن التوبة الإلهية. لا بد وأن يمتلئ توبة حتى أقتبس من توبته شعاعا قليلا. الصفة الأولى التي اتسمت السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها بها إدارة الأزمة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. نحن الآن في أزمة، نحن جميعا أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم أتباع محمد وعلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم في أزمة كبرى، نحن في العراق، أنتم في منطقة السيدة زينب وفي سائر المناطق، في الخليج، في أفغانستان، في باكستان، في الكثير من البلاد الإسلامية، لم أقل كلها، أتباع أهل البيت مطاردون. هذه أزمة، ماذا نفعل؟ علينا الاقتداء بالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في إدارة الأزمة. كل واحد واحد مسؤول عن هذا الملف بمقدار ما يتمكن، لننظر إلى أطرافنا، المجتمع الذي نعيش فيه، ما هي النواقص؟ ماذا يأتي مني من أول الصبح إلى حين أن ينام الإنسان؟ يفكر ما هي الأزمة الموجودة؟ ماذا يأتي مني؟ أضع يدا على يد؟ لا أستطيع أن أعمل شيئا؟ نحن بجواب في تلك الأزمة الكبرى استطاعت أن تفعل كل شيء. نقتبس منها شعاعا ونؤدي الواجب. الآن أول ما تطلعون برا تشاهدون الأطفال المشردون المهجرون. من لهؤلاء الأطفال؟ هذه مو أزمة؟ هؤلاء رجال المستقبل يستعطون الناس. أنا ماذا يمكنني أن أفعل؟ لابد لكل واحد واحد منا أن يشكل لجنة لمتابعة هذه المشاكل. يشكل لجنة، فريق، جماعة، 1، 2، 3، 5، يشكلون لجنة لتعليم الأطفال. هذا الولد اللي يمشي بالشارع ويستعطي يجمعه في الحسين، في المسجد، في المعهد، في المدرسة، في البيت، ماكو مكان في بيتكم، ماكو مكان، أفتح الباب 2، 3، 4 من الأولاد الصغار وعلمهم وربيهم. هؤلاء بهذا الوضع مأساة في المستقبل. الجرائم التي سوف لا سمح الله نراها في المستقبل كثير منها من هؤلاء الأولاد. صدام ماذا كان؟ صدام الذي أهلك الحرث والنسل وهدم البلاد والعباد كان ولد مشرد، حطم العراق وأخر العراق 200 سنة، وحطم إيران وحطم الخليج. من كان؟ ولد مشرد، ما عنده، مو معلوم من ربك. انا استطيع ان افتح بيتي في اليوم ساعه، ساعتين، 3 ساعات، استوعب هؤلاء الاطفال.
خمسة، عشرة، خمسة عشر، ثلاثة، اثنين، في المقدار الذي أستطيع. وأعلمهم الأخلاق الإسلامية، وأعلمهم الأحكام الشرعية، وأعلمهم القرآن، وأعلمهم الأحاديث النبوية، الأحاديث الشريفة. أستطيع ولا أستطيع؟ بالمقدار الذي أتمكن. لا يخص الأمر أن يكون رجل دين، لا، أي واحد. أنا أحفظ سورة الفلق، أعلم سورة الفلق. أنا أحفظ جوز عمة، أعلم جوز عمة، هذا مو أكثر. أعرف، أعلم الكمالات، الكرم، الجود، السخاء، قصص، قصص أهل البيت، أنقل له قصة يومياً ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات بالمقدار المستطاع. لجنة لتعليم الأطفال وجمعهم من الشوارع، لجنة لتزويج الأرامل، الأرامل بكثرة، من لهن؟ وهذه حقيقة فاجعة، فاجعة. طبعاً يمكن النساء يتكفلن شؤون هذه اللجنة. الأرملة يقرب وجهة نظرها إلى وجهة نظر شاب يريد أن يتزوج. مو بالضرورة واحد يصرف مال، لا، بس كلام، بعض الأحيان كلام واحد مؤثر، بعض الأحيان وساطة وشفاعة مؤثرة. مو كل شيء يتوقف على المال حتى واحد يقول أنا ما عندي، لا، بالكلام، بالإقناع. وسمعت الحمد لله هنا أكو لجنة ولكنها قليلة، آلاف الأرامل. لجنة لتكفل العوائل المهجرة، هؤلاء العوائل، النازحون، النازحات، من لهم؟ لجنة تتكفل، تزورهم، ما هي حاجتهم؟ تستطيع تعطيهم، لا تستطيع تتكلم معهم بكلام جميل. هذه اللجنة على عاتقها هذا، لجنة للقضاء على الفساد. سمعت أنه هنا بعض القادمين فاتحين مراكز للفساد، لجنة تذهب لإقناعهم، إقناعهم، اتركوا هذا الأمر. لماذا؟ تبحث عن السبب وتحاول حل المشكلة من جذورها. المرحوم الوالد رحمة الله عليه كان عنده مثل هذه اللجنة في كربلاء قبل 50 سنة. ومن القصص في ذلك أنه جاء خياط من بغداد وبالقرب من حرم الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه، فتح محل الخياطة للرجال وللنساء، شاب للرجال وللنساء. خب كثير من مثل موجودين من القادمين، زائر، سائح، مو ملتزم، رجل، امرأة، نفس الدعاية حتى المرأة لا تروح له، خياطة للنساء وللرجال، حتى لو أحد لا يروح له هو هذا الكتابة دعاية للفساد. هسه أنا أمر أقول ما علي، ما يجي له عندي شيء، هذه الدولة العلمانية لها حرية، صح لو لا؟ ولكن المرحوم الوالد لم يفكر هذا الأمر، لم يفكر هذا. بعث بشخصين وجيهين من وجهاء كربلاء المقدسة. أول الصبح فتح المحل هذا الشاب، شاب شكله شكل شباب اليوم، مبين مستهتر، دخل وتكلم معه بمنطق العقل، هنا أنا كربلاء، هنا أنا لها قدسية، مو صحيح هذا العمل، روح إلى مدينة ثانية، روح مثلا إلى مكان بعيد. لم يقتل، قال هنا الدولة فيها حرية وأنا لم أخالف القانون وما في إشكال. هل يأس المرحوم الوالد من جوابه؟ كلا، بعث في اليوم الثاني نفرين وتكلموا معه واستمر استمر استمر إلى أن اقتنع أو اضطر لكي يجمع محله ويرجع إلى بغداد. فهذا يمكن، وهذا لا يتوقف على مال وإنما يتوقف على سلاح اللسان. هذه مراكز الفساد بالنتيجة. شنو مشكلتهم؟ واحد يتكلم معه،
لجنة تأخذ على عاتقها القضاء على مراكز الفساد بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لجنة لتفجير طاقات الشباب، شباب عندهم طاقات كثيرة، لجنة تستوعب هؤلاء الشباب، اتعلمهم مثلا فن الانتاج. الان ما شاء الله فضائياتنا كثيرة، شبابهم كثير منهم عاطفين، اتعلمهم فن الانتاج، اتعلمهم فن الكتاب، يكتبون مقالات، الكتابة بها فن لو ما بها فن، يكتبون سيناريو لانتاج افلام او مسلسلات، حياة الأئمة عليه، حياة الاولياء، حياة مالك الاشعث، حياة سلمان المحمدي، حياة السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، يكتبون ثم ينشرونه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا تفجير لطاقات هؤلاء الشباب. لجنة لتهيئة فرص العمل، ما أكثر العاطلين والعاطلات. لجنة، مجموعة من الشباب يهيئون فرص العمل للعاطلين. يقال أنه لو جاءك فقير، حكمة، لو جاءك فقير فأعطيته سمكة أشبعته ليوم واحد، أما لو أعطيته شبكة، شبكة صيد السمك، وعلمته فن الصيد، يمكن يطول تطيل سمكة واحدة 5 دقائق، أما تطيل شبكة وتعلم صيد السمك إيش قال يطول؟ يطول يوم، يومين، 3 أيام، ولكن قضيت على فقره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقتدين بالسيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، والمنتهجين نهجها في إدارة الأزمات وفي العبادة وفي الصبر وفي سائر صفاتها كالعفة والحياء والحجاب وما أشبه ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.